السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير اخواني واخواتي، يعطيكم الصحة ان شاء الله. اخواننا المغاربة مشكورين بزاف 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 على دعمكم لي للقناة، ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم، كثر خيركم ان شاء الله، وان شاء الله هذه مردودة لكم ان شاء الله، مردودة، جزاكم الله خير. والحين رايحين ان شاء الله من افران الى الدار البيضاء كازابلانكا لاستقبال الزوجة العزيزة ام عبد الله ان شاء الله، بعد ما خلصت مغامراتي ورحلاتي وتصويراتي كلها. عشان كذي هي ما تقدر على التصوير والمغامرات وصعود الجبل، عشان كذي خصصت لها اخر اسبوعين من رحلتي تكون اجواءها يعني بسيطة، مش 7 ساعات 8 ساعات، اشياء بسيطة بالسيارة ساعتين ساعة اللي تقدر عليه. فجزاكم الله خير وما قصرتوا، واليوم لنا تجربة جديدة في القطار. الحين رايحين لمكناس بالسيارة التاكسي مع صديقنا محمد، وان شاء الله هذا الهايكن ما شاء الله عليه مع صديقنا محمد يوصلنا لمكناس، ومن مكناس ناخذ القطار الى الدار البيضاء. ان شاء الله نشوفكم ونصور لكم القطار، وتحياتي لكم وشكرا. مدينة الحاجب تقريبا 32 كيلو من افران باتجاه مكناس، ما شاء الله مدينة جميلة. في مثل يقول العين ما تعلى على الحاجب، هم سموها الحاجب بهالسبب الاسم هذا ولا لا؟ اكيد لا، بس في قصه ثانيه ممكن في... بس هذول يعني لازم، لانه في ناس من زمان بيحكوا بالالغاز ايوه. هذه منطقه زنيبه تبعد عن الحاجب عن افران 40 كيلو متر تقريبا، وهذه كلها مزارع العنب ما شاء الله. يا العنب الله، هذه منطقه بوفكران، منطقة يعني شو أقول لكم، اللي يبغي يذوق الشواي على أصوله يهني ما شاء الله، شواي على مستوى المحلات هذه. دائما وإحنا رايحين مكناس ورادين من مكناس نمر هالمنطقة بوفكران، 40 كيلو 42 كيلو من أفران على طريق مكناس. وقفنا هالمطعم الجميل بزاف، الجزيرة العربية عليكم فيه ما شاء الله. وهذا اللحم ما شاء الله معلق ما شاء الله، لحم اي بقر. شو عندكم من طواجين؟ عندنا خضار، اشوف الخضار ما شاء الله، خضار يا سلام. لحم، وين اللحم؟ لحم شنو هذا؟ اللحم بالزبيب؟ ايوه. غنم ما شاء الله، عنزي ما شاء الله، عنزي ما شاء الله. وصل طلبنا، وصل الكفتة حرك الكفتة يا محمد، حرك الكفتة طبق الحار صح، الكمون ما شاء الله، وهذا حط الكمون ايوه، زيتون ضروري وسط اي مائدة مغربية، زيتون حاضر بقوة. الخبز خلي بعدين نشوف، الخبز المزيان بعد، وهذا دغوش طماط مع الفلفل، 30 راس فلفل يحرق راس ابليس وعوانه واللي في بالي. تحياتي، ما حد في بالي ترى، ها ما شاء الله. الكفته اللي على اصولها ما شاء الله، ذايبه 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 الكفته هذه، يبي لها شنو؟ الطماط الزين هذا، الصلصه جميله بزاف ما شاء الله. ما يحتاج أشر وأقول، التعابير هي تقول لذة الأكلة. تحياتي. هذا سكة القطار ما شاء الله، هاي الناس يتريون القطار، وهاي تذكرتنا، خذنا الدرجة الأولى وعرب رقم 11، بناخذ تقريبا يمكن 3 ساعات إلى الدار البيضاء. فتحياتي لكم،
وأنا خفت قلت له كيف أعبر من ذيك الجهة لهالجهة؟ فقالوا لا في دري من تحت يوصلك الجهة الثانية. افريقيا كلها اللي هي في الدار البيضاء كازابلانكا ويد الكورنيش. ما شاء الله. هذا تحت الارض ولا تحت البحر؟ تحت الارض. تحت الارض مش البحر. فوقنا بنيان. ايوه ما شاء الله جميل بزاف. عمار يا المغرب عمار. ما شاء الله. هذا كورنيش دار البيضاء كازابلانكا. الورود جميلة. طبقنا اليوم هذا مشوي سمك مع خضرة. هاي طبقي وطبق زميلي هذا. عبود وصلت ما شاء الله. تدور 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 تدور. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم عزيمة أبو وسيم. Thank you.
هذا موروكو، موروكو مول. ضيفاتنا يلا نعبود حياك مراكش. مراكش الجميلة بزاف، والقطار المزيان.
ها ام عبود وين تمشين؟ هايكينج. لا تطيحين عادي، لا تطيحين. وصلنا الشلال الأول. صوري 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 المناظر الطبيعية الجميلة. شوف الكرز ما شاء الله. يا سلام على الكرز، يا سلام على الكرز. اليوم قعدتنا على نهر ستي فاطمة والكرز والعافوسة، احنا نسميها عافوسة هذه تمر مضبط ويا الهيل والغوري، وهاي قهوتنا. جزاك الله خير مع عبد الله. صبي قهوة يا مرة. ما شاء الله هذا الناملو، الأملو، الأملو بالجوز وزيت الأرقان والعسل، العسل ينحط هني وزيت الأرقان ينحط هني واللوز ينحط فوق. ما شاء الله. زيت أرقان هنا وبعدين يعمل شوية العسل وبعدين يخلط تخليطه. يعطيك الصحة.